تحذير، الثورات بتصير حول العالم في شتى المجالات، ثقافية، سياسية وحتى تقنية. اليوم احنا إلنا الإيد إن نشارك فيها أو نكون مجرد متفرجين. النقطة الثانية، الموضوع اللي راح أحكي لكم عنكم اليوم موضوع خطير جدا جدا جدا، ولكن يمكن تكون أكبر فرصة احنا شفناها في حياتنا من وقت بداية الانتخابات. خليني أحكي لكم قصة. يوم رجعت من بعد الشغل على البيت، فتحت الباب وشفت الحاج قاعد على الكنباية بيحضر الأخبار كالعادة، بس ما توقعت أسمع فؤاد؟ أنت داخل لي موضوع البطكون الملعون هذا؟ طبعا أنا بشبهه لأبوي، بس هو شكله أبدا مش زي هيك. يابا الموضوع هو اسمه بيتكوين مش بطكون. ثاني إشي، هي عملة رقمية، عملة زيها زي الين، اليورو، الدولار أو الدينار كمان، وإلها قيمة. قيمتها في هاي اللحظة اليوم هي حوالي 650 دولار لكل بيتكوين وحدة، تتجزأ زي العملة العادية والآخره. ثاني إشي هي رقمية، يعني إحنا بنقدر نتخيلها إنها زي الإيميل. أي طرفين حول العالم أنا بقدر أبعث له بيتكوينز من دون ما أي طرف ثالث يتدخل فيها، لا بنك أو شركة مصرفية أو غيرها. تصير المجان، ما في عليها أي عمولة، وبصير بسرعة هائلة جدا. ثاني إشي تشفيرية. تشفيرية بمعنى إنه كل بيتكوين عليها شيفرة لا يمكن تزويرها بأي شكل كان، ورح يكون فيه بس 21 مليون بيتكوين بتداول في 2140 كلهم بنزلوا. آخر إشي هي مفتوحة المصدر، معناته إنه في تعتمد عليها لا مركزية في السيستم تبع البيتكوين، وأي حدا بقدر يطورها، يساهم في برمجتها، يكبرها ويشارك فيها. فهاي هي أهم فرصة إحنا بنشوفها اليوم. شو رأيك يابا؟ شو هالتعقيد هذا؟ يعني بجوز انت بتشبهني بس طالع فيلسوف زي امك. ايه بسط لنا الامور بالبطكون شوي. طيب اول شيء تجيش في امي. ثاني شيء خليني اقول لك كيف هي مطبقه البيتكوين اليوم حول العالم في اوروبا وامريكا، ويمكن كيف ممكن تطبق عندنا. خليني اقول انه انا بدي اروح على المقهى في شارع الرينبو. شارع الرينبو مشكلته انه فيه دائما صعوبه في الاصطفاف، فانا بضطر اروح على الفاليه، ولكن المشكله اكبر من الفاليه انه انا الليره تاعت الفاليه هاي ولا عمري بلاقيها. فأنا بكون معبي المحفظة الإلكترونية تاعتي في البيتكوينز وبدخل على المطعم بشكل عادي. هلأ المفاتيح تعوني في عليها ميدالية سحرية تستعمل تقنية اسمها الاتصال على المدى القريب Near Field Communication. بس بيجي الشاب تبع الفاليه بمسك الميدالية هاي بحطها على تليفونه، ومن عبر الإنترنت بيجيني رسالة على تليفوني أو تنبيه. التنبيه هذا بيقول لي زي ما أنتم شايفين إنه مطلوب دفع 0.0019 بيتكوين اللي هي تساوي دينار واحد اليوم إلى محمد الحلو من هلو كافيه، اللي هو الكافيه اللي أنا رايح عليه. بأكد الدفعة تتحول من المحفظة الإلكترونية تاعتي في البيتكوين للمحفظة الإلكترونية تاعت محمد على السريع. هلأ بدخل لألاقي طاولة أقعد عليها، أطلب لي شغلة أشربها، فبقعد بالمطعم بالطاولة وبطور التطبيق تبع المطعم اللي أنا قاعد فيه. هلا بشوف المنيو ايش عليه، بشوف انه والله عليه ميلك شيك بشهي، جابالي واحد. بطلب الطلبيه هاي، بقول له انا بدي اطلب واحد ميلك شيك. بعدين بحدد المكان اللي انا قاعد فيه، الطاوله اللي انا قاعد عليها رقمها 14 في هاي الحاله، وباكد الطلبيه وبتم الدفع على طول. فبتروح من محفظتي لمحفظه المطعم هاي، وهم بيشوفوها وزي السحر من دون ما احكي مع ولا حدا تجيني الطلبيه تاعتي الميلك شيك عندي على طول على الطاوله، بشربها بستمتع كل الامور تمام. هلا بس اخلص بدل ما ادفع الفاتوره او اتقسمها مع اصحابي واتغلب كل هالغلبه هاي، بقوم بروح. انتهت العمليه. هلا وانا نازل طبعا قبل ما افتح الباب بشوف في اعلان لمركز الحسين للسرطان، مركز مميز جدا وممتاز كله بيعز علينا. هلا ممكن انا اتبرع من جوا هذا المطعم لمركز الحسين للسرطان بسرعه وبلا اي عموله ثانيه. ف بفتح الابلكيشن اللي هو البيتكوين ابلكيشن، وبشوف العنوان تبع محفظة المركز الحسين السرطان هي بالكيو ار كود اللي موجود بالاعلان هذا. فبعدين بصورها، بحدد القيمة اللي بدي ابعتها اتبرع فيها، وبتروح على السريع من محفظتي لمحفظتهم، هم بيقدروا يستعملوها يحولوها كمان لدرانير. هلا بطلع برا المطعم وبروح لاستنى سيارتي من الشاب الفاليه. بيجيني تليفون اخوي من امريكا فارس بيحكي معاي، انا مشتاق له كثير على فكره. فارس الو كيفك؟ اسمع انا طالب جامعه ومزنوق، فيك تبعت لي شويه مصاري اسلك حالي فيهم لاخر اسبوع؟ طب مرحبا، كيف حالك؟ اشتقت لك حبيبي اخوي. بعت لي اياهم على البيتكوين. طيب قديش بدك؟ 100 دولار. والله جيل اخر زمن. مهم انا بدي اتعاطف معه وابعت له هال100 دولار هذول.
بحدد القيمة هاي المساوية لها في البيتكوين وبس ببعثها من خلال الابليكيشن الموجود. بيجيني الطلب على الابليكيشن ببعثها على طول لفارس اللي هو بأمريكا، هو بقدر يصرفها ويخليها في البيتكوين زي ما هي. عجبك يابا؟ اوف 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 هذا كله موجود اليوم؟ موجود اليوم. طب الله من وين هالعملة اجت اصلا؟ مين اللي انشأها؟ مين بيعطيها قيمتها؟ ومين اللي بديرها؟ ما في اشي مركزي؟ والله هاي الأسئلة القوية كل حدا بسألها. هلأ قيمة البيتكوين من وين اجت؟ هلأ لما يكون عندك طرفين بدهم يتبادلوا أي شيء في العالم، في موضوع المقايضة طبعاً. إذا أنا عندي 5 دجاجات بدي أبدلهم بغنمة زي ما كانوا يعملوا بأيامات زمان، إذا الطرفين متفقين إنه هدول قيمتهم متساوية فبتبادلوا. نفس الشيء بالبيتكوين، نفس الشيء بالدينار، نفس الشيء إذا بدي أدفع لسلعة. هلأ تاني إشي، من وين إجت البيتكوين هاي؟ هلأ الشخص اللي بلش البيتكوين ممكن يكون شخص، ممكن يكون 10 أشخاص، ممكن يكون حكومة، ممكن يكون أي حدا، ما بنعرف، هو مجهول. فهي بتأكد اللامركزية، لأنه إذا كان هو شخص إحنا نقدر نتعرف عليه ممكن نقدر نحاسبه، فهي هاي أكدت اللامركزية في البيتكوين. هو اسمه ساتوشي ناكاموتو، هاي الصور اللي موجودة أونلاين عنه. هو اللي بلش عملية التعدين، اللي هي العملية اللي واحد بيستخرج فيها البيتكوينز. زي ما بيكون في عندكم منجم وواحد بيستخرج بذل جهد ليطلع ذهب من المنجم هذا، وبعدين بنعطى بآخر الشهر راتب أو راتب بأي شكل. نفس الشيء بعالم البيتكوين، في عنا ناس هم ماينرز بسموهم، عنده كمبيوترات بقوة معالجة قوية كتير كتير كتير، بيعالجوا كل الحسابات هاي المعقدة وبيطلعوا كل الترانزاكشنز بالبيتكوين، وبنعطوه بآخر كل فترة قيمة بالبيتكوينز كمكافأة. شو يابا؟ اقتنعت؟ يا زلمة انت عريض. انا هسه شوف تقرير عن البيتكوين هذا تبعك، وبصراحة كل الارقام اللي اعطيت اياها غلط. هاي شوف، انا عرفته هذا التقرير اللي عم تحكي عنه. قبل فترة على واحدة من القنوات الفضائية المشهورة بالعالم العربي طلع تقرير قال انه سعر البيتكوين 14,000 دولار. قالوا انه 19 مليون وحدة او 21 مليار وحدة ما كانوا عارفين يقرروا راح يكون بتداول في 2025، هو بدل 2140. قيمة السوقية للسوق كامل تبع البيتكوين 19 مليار، وهي اليوم حوالي 8 إلى 9 مليار فقط. فللأسف احنا شكله بالعالم العربي لسه ما وصلتنا الثورة المعلوماتية، لأن اليوم مش زي زمان. احنا عندنا موقع أونلاين على الانترنت اسمه بلوكتشين. البلوكتشين هي زي سجل كامل لكل الترانزاكشنز، مفتوح لأي حدا بقدر يفتح عليها يتفرج عليها بالبيتكوين. أي معلومة، أي ستاتستيك، أي شيء احنا بدنا إياه موجود اليوم على الانترنت، يعني مجرد ما نطلع عليه ونشوف المعلومات الصحيحة. فزمان كانوا يطلعوا معلومات يعني الناس تصدقها، هلا اليوم احنا تغير الوضع بكثير. فيابا شفت كيف تغيرت الدنيا؟ والله يا ابني يا فؤاد الموضوع هذا مهم نتعلم عنه أكثر. أنا مبسوط إنك اقتنعت يابا، بس شوفوا هاللوحة هاي، هاي بتفرجينا كل الحركات وكل التجار عم بتعاملوا في البيتكوين اليوم. شايفين القطعة الفاضية اللي بالنص هاي؟ هاي هي احنا. للأسف مش عارف، كأنه احنا عارفين اشي باقي العالم مش عارفينه. يا اخوان احنا نايمين، احنا نايمين، وهي مش اول مرة احنا بننام فيها. اجت الثورة الصناعية وراحت، احنا فقنا على حالنا باخر القرن، وقلنا وكمستهلكين اثر على حياتنا، اثر على اقتصادنا، اثر على وضعنا السياسي حتى. احنا لأيمتى بنضلنا نايمين؟ احنا اليوم الانترنت والبيتكوين اعطتنا الفرصة لأننا احنا نقدر نكون نلحق باقي العالم، نقدر نلحق باقي العالم فيها. أحسن وقت لإحنا نزرع فيها شجرة كانت قبل 50 سنة، بس تاني أحسن وقت لنزرع فيها شجرة هي اليوم. ما بيصير نروح علينا هذول الفرص، ما بيصير إلا إحنا نكون جريئين. إحنا اليوم بالأردن بنقول إنه عنا موارد بشرية، ما عنا للأسف موارد طبيعية، ولكن بس شو إحنا بدنا نحكي نقارن حالنا بالهند والصين وهالبلاد العظيمة هاي. إحنا اليوم نقدر نكون جريئين ونفتح عقولنا للأفكار الجديدة ونتبناها، عشان زي ما أنا حذرتكم بالأول هذه يمكن تكون الفرصة لأحنا نقدر نكون جزء من الثورة الجاية. وشكرا لكم.